الست الجميلة هي جمالها بيزيد لما بتختار كل حاجة مناسبة ليها وتبرز جمالها بشكل هادي، وأنا دايما ما بملش للمبالغة. جمالي بين ظفرين، لانه نعتبر هذا موضوع اخر، يعني انا نعتبر الجمال نسبي وكل واحد كيفاش يشوف الجمال الى غير ذلك. وثم انا ولا مره في حياتي فكرت انه فعلا لانه انا جميله، انا اعتبر انه انا عندي روح، هذاك علاش انا دخلت لقلوب الناس.